تتشرف ولاية الجلفة باحتضان فعاليات لهذه الندوة الذي تروج له الكثير من الأطراف ومهم الاتصال الحديثة أنتجت لنا معضلتين أساسيتين. À propos des guerres cognitives, vous pouvez le trouver sur Internet, à mon avis. الداني والقاسي يعلم. Ième siècle, le champ de bataille n'est pas le champ de bataille. في ظل ظروف دولية استثنائية دفاعا عن الجزائر. شكرا لك الزميل الكريم يحيى على هذه. إنه الجزائر تشهد في السنوات الأخيرة تزايدا. مقتضيات الأمن الوطني تستدعي اليوم العمل على تطوير استراتيجية وطنية متكاملة في المجال الرقمي وتحديد التهديدات السيبرانية ووضع آليات الرقابة والرصد الناجعة وتعزيز الجاهزية الاستراتيجية. ضروري أن نطور هذه الاستراتيجية من خلال ضمان مفهوم السيادة الرقمية، من خلال التصدي لطبيعة التحديات المتعلقة بالأمن السيبراني، وكذلك خلق الآلية في إطار هذه المقاربة ذات البعد الشمولي، ومن بينها أهمية دور الإعلام في صناعة الوعي لتحقيق مفهوم المواطنة الرقمية.